الآداب والفنون لا تقل أهمية عن البحوث والدراسات في تقديم الدلالات التي يراد إيصالها لأي شريحة مستهدفة في المجتمع. ومن هنا صار لزاماً أن يقدم أسبوع الإمامة الدولي الثاني لشرائح المجتمع صوراً متنوعة من الإبداع، سواء أكان بصرياً أم سمعياً أم حرفياً. في كل عام وفي كل مناسبة أجد أن العتبة العباسية ترفع مستوى الأداء والتميز. ما يميز هذا الحدث الفكري الكبير أسبوع الإمامة بشكل عام ومؤتمر اليوم هو تآزر الباحثين من الفضلاء من الحوزة العلمية مع إخوانهم الأكاديميين من الجامعة. جميل جداً هذا التنوع الثقافي في العتبة العباسية والمواضيع التي يحيط بها، سواء كان على مستوى الشخصية أو على مستوى الفن. أتيت بدعوة راقية من سيدي ومولاي أبو الفضل العباس إلى هذه البقعة الطاهرة حتى يكون لي يعني مشاركة على منبره، وكان هذا الفضل العظيم. بحث موسوم باندماج ساحات التربوية عند الإمام الهادي، زيارة الغديرية ونموذج. هذه الزيارة موقف حاد سياسي اجتماعي وتربوي في عصر الإمام الهادي عليه السلام. أما البحث الذي عرضته كان عنوانه التعبير اللغوي في حكم الإمام الهادي عليه السلام، قراءة في ضوء التحليل اللغوي. جئت فائزا بالقصة القصيرة، المسابقة التي من ضمن فعاليات أسبوع الإمام الثاني التي تقيمه العتبة العباسية المقدسة. حقيقة أسبوع الإمامة بما يحتويه من فعاليات ومشاركات أدبية وفكرية هو أضاف قيمة كبيرة وأثرى الساحة الأدبية والفكرية. قصيدتي بعنوان ترتيلة من سورة الصباح تتناول بعض الأبعاد حول صاحب العصر والزمان أجر الله تعالى فرجه. حقيقة أجواء عظيمة كالعادة، يعني نحن متعودون يعني على هذه الأجواء وهذه الحفاوة وهذا الاستقبال وهذا التنظيم وهذه الروعة من العتبة العباسية. في كل احتفاء وفي كل فعالية يفاجئوننا حقيقة بهذا الكم من الاستعداد وهذا التنظيم الهائل حقيقة. لا يسعني إلا أن أشكر كل تلك الجهود المبذولة لإنجاح هذه المهرجانات، لأنها فعلاً تسبب الفرح الروحي. أنا أحس بالفرح الروحي، فكيف إذا كانت نظرة إمام زماننا إلينا؟ كل العالم يختزل في كربلاء، كل الدنيا أصلاً تختزل في كربلاء بوجود الحسين سلام الله عليه. يعني كربلاء هي عاصمة الثقافة وعاصمة التطور أمانة الأدبي والثقافي. تسعى العتبة العباسية المقدسة لتقريب الفكر الإسلامي ومد جسور الوحدة عبر إقامتها لفعاليات الأسبوع، حيث شهدت فعالية اليوم السابع عقد مؤتمر الإمام الهادي عليه السلام، والذي شهد مناقشة 4 بحوث من بين 13 بحثا وصلت إلى لجان المؤتمر. والفترة المسائية شهدت انعقاد مؤتمر الإمام العسكري عليه السلام، الذي تمت خلاله مناقشة 3 بحوث من بين 16 بحثا وصلت إلى اللجان التحضيرية والعلمية.